متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمس على أعيني فاستبقوا السر فأنا يبصرون ولو نشاء لمسناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن لينذر من كان حيا ويحق القول على